أيها الحضور الكريم، المرء مع من أحب. إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعتبر مظهرا من مظاهر حب الرسول الكريم وإجلال شخصيته في نفوس المسلمين. وقد جعل الله المواسم الدينية خيرا ورحمة لاستحضار الشمائل المحمدية، غايتها تنوير القلوب وتزكية النفوس وتطهير السرائر وفتح البصائر بالذكر والغور في الأنساق الكامنة للسيرة النبوية. أيها الحضور الكريم، الصوفيون هم أهل الله، والصوفية تقسم الوحيد لإيصال الإنسان إلى محبة الله ورسوله الكريم. وزبدة القوم فوطننا العزيز من خير الأوطان، وملكنا الغالي صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، صاحب استراتيجيات والقدرات القيادية الحاكمة، من أهل الحكمة والتبصر والحزم والعزم، وشعبه الوفي من أهل الولاء والإخلاص والوفاء لمقدسات الوطن. اللهم إننا نسألك بنبيك المختار وبآله الأطهار وأصحابه الأخيار، طهر قلوبنا من الشواغل والأغيار، وكفر عنا الذنوب والأوزار، واحفظنا من سائر المخاوف والأخطار، ومتعنا برؤية المصطفى في هذه الدار وفي تلك الدار، وتقبل منا ما قدمناه في السر والإجهار، وارحمنا بقدرتك يا عزيز يا جبار، واغفر لنا إنك أنت الكريم الغفار. وأخيرا، إننا لنضرع إلى الله العلي القدير أن يأكلك بحفظكم، ويحقق الرجاء في تواصل عطاء الاتحام القوي للشعب مع عرشكم الكريم يا مولاي، ويبقيكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة التي قلدكم الله أمر قيادتها بفضل ما خصكم به من العلم والتقوى وبعد النظر، وأن يسدل عليكم سرابيل العافية ويديمكم مجددا للمفاخر، ناشرا للواء المجد ملهما للبصائر، وأن يريكم في ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن، وما ينشرح به صدركم وتقر به عينكم الكريمة، وأن يشد عضدكم بسلوككم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وباقي أفراد أسرتكم الأشراف المطهرين، وسائر أمة جدكم الأكرمين علي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالله خير حفظاه وهو أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلبي كان خلت راسا في قيام
صبوا هذا الحب عيني لولا الهوى لم تريق دمعا على قلبي ولا قلب زعيني للبهار والعالم ولا وأثبت الوجد خاطر عثراتي وأطلع إذا البهاري على وطني والحب يعتارض لذاتي بالألم وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما كملت محاسن فلا أدى السلام قبلت محاسنه فلا أدى السلام للبدر عند
للبدر عند تمام لم يقصفي وعلى التفنن عاصفي بحسني يفنى الزمان يفنى الزمان يفنى الزمان وفي ما أنت الذي
أنت الذي بحسنك البدر ابتسام والشمس مشرقة بنور سماك. وأنت سر الندى
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفد الفضائل والإمداد. شهر حباه الله جل جلاله بالمكرمات وليلة الميلاد. ناحت على الأكوان أنوار النبوءة عند مولد سيد الأسياد. Yeah.
صل على النبي صل عليه يا حبيب ربي صل وني ما صل على النبي صل عليه يا حبيب ربي صل وني ما صل على النبي صل عليه يا حبيبنا يا محمد صل على محمد شفيعنا يا مهشام صل الله على تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما. الصلاة والسلام على سيدي رسول الله سني الخلال ونور الجلال والكمال بن عياض اليحصبي السبتي رضوان الله تعالى عنه. ولد سيدنا القاضي عياض بسبته سنة 76 و400 وتوفي بمراكش ودفن بها سنة 44 و500 وعد له من الشيوخ ما لا حصر له. وكتابه النفيس الجليل جوهرة كتب السيرة في خزائن التراث الإسلامي تشهد لهذا العالم النحرير بالتبحر في العلم والولاية والفهم عن الله وعن سيدنا رسول الله صلوا على الحبيب. في هذا اليوم الأخر وفي هذا الصرح العلمي الرباني الأبر وبجوار ضريح سلطان الأولياء والصلحاء بمدينة سنة العالمة التي كانت بالأمس القريب يحج إليها العلماء والأقطاب والربانيون من عدوة فاس وعدوة الأندلس. سلا العالمة، سلا التي أنجبت الفقهاء والعلماء والربانيين والذين سادوا وراقبت أناملهم كتبا جليلة في أبواب الشريعة وفي محبة سيدنا رسول الله. فبتكليف من السيد الرئيس مجلس العلمي لمدينة سلا فضيلة الدكتور العلامة سيدي بدر محي الدين أن أمثل بين أيديكم تمثيلا له في هذه الجلسة الربانية المباركة
حيث له أشغال وله التزامات أخرى. وشرفني الله جل في علاه بينما كنت قد قاطعت مثل هذه المجالس لما فيها وما تعلمون، إنما الزاوية الحسونية حقيقة ولا نميز مجلسا عن مجلس في ذكر الله. جئت وعلمت أنني سألتقي بأحباب ووجوه وفضلاء وأحبة، فما عساي أن أقول. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.